يا خرابي على صوت الخبط والرزع، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، يا ريتني ما كنت نمت. البنات مش خلونا نام خالص من صوت الدوشه اللي عاملينها ده. لما انزل اشوفهم بيعملوا ايه، بقالهم ساعه يخبطوا ويرزعوا، معرفش بيعملوا ايه دول. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ايه ده يا بنات، انتوا بتعملوا ايه كده؟ يا خبر ابيض، انتوا مبهدلين البيت كده بالعنب كله. ايوه يا ماما احنا بنلعب. يا نهار ابيض، ده لعب برضو؟ ينفع كده تعملوا كده في نعمه ربنا؟ اتعد لي يا بنات، اتعد لي يا جنه انت ورقه. يلا يا بنات قومي يا دهب انت وبوسي، قوموا. نعم يا ماما احنا مش عملنا حاجه، احنا كنا زهقانين قلنا نلعب. يا سلام، وما لقيتوش حاجه تلعبوا بيها غير العنب اللي انا غسلاه وعينيه في الثلاجه؟ معلش يا ماما انا اسفين، مش هنعمل كده تاني. بس كده طبعا حرام وغلط، ما ينفعش ابدا تعملوا كده في نعمه ربنا. خلاص يا ماما احنا اسفين والله العظيم اخر مره. ماشي يا حبيبتي حصل خير، بس دي اول واخر مره تعملوا كده. يلا بقى انا هسيبكم تنضفوا البيت وهطلع اشوف هعمل ايه. ماشي يا ماما. ايه ده، مين اللي جاي لنا بدري قوي كده؟ لما اشوف مين. اهلا، ازيك يا فيفي، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا طنط، ماما بتقولك سيبي اخويا معاكم النهارده علشان خاطر هي رايحه عند الدكتور. ماشي يا حبيبتي خليه، مفيش مشكله. شكرا يا طنط. دهب يا بوسي تعالوا علشان تلعبوا مع رأفت يا حبايبي. رأفت رأفت حبيبي بحبك يا رأفت، ده هيبقى احسن يوم النهارده. شفتوا ربنا بيحبكوا ازاي؟ بدل ما تلعبوا بالعنب ربنا بعت لكم رأفت العسل اهو تلعبوا معاه. انا هعمل لكم بقى غدا حلو قوي النهارده لحد ما تلعبوا انت ورأفت. ماشي يا ماما. اطبخ ايه اطبخ ايه؟ ماشي اعمل لهم بيتزا النهارده. رأفت حلوة قوي الكرة الخضرة اللي معاك دي يا رأفت، انت عسل قوي وعينيك زرقاء وجميل، انا بحبك قوي يا رأفت. ماما هو ليه ما بيتكلمش؟ لانه صغير لسه يا حبيبتي، لسه ما تعلمش الكلام، بس عسل قوي قوي يا ماما. خد يا رأفت خد فراولة هقل علشان تاكلها. لا لا يا جنم، رأفت صغير بيشرب لبن، لسه ما تعلمش الاكل يا حبيبتي، الصغيرين بيشربوا لبن. اه معلش يا ماما انا اسفة. كان نفسي رأفت ياكل فراولة. يلا مش مهم. يا دهب تعالي يا دهب، رأفت عندنا يا دهب. واو انت جيت يا رأفت، رأفت حبيب قلبي، احلى يوم النهاردة. سبحان الله، على كده الواحد يجيب لكم رأفت جديد لكم يا حبايبي. يلا يا رأفت نلعب استغماية. انا استخبى هنا عند التلاجة. اجي لسه. يلا يا رأفت نستخبى انا وانت بسرعة. اجي لسه يا بنتي استني. بس يا رأفت ما تطلعش ولا نفس. اجي تعالي. يا ترى مستخبيين فين يا ترى؟ يا ترى راحوا فين؟ ادور عليهم. ايه ده، دول مش موجودين في اوضة النوم ولا موجودين في المطبخ ولا حتى موجودين ورا التلفزيون، اما راحوا فين بس؟ هي شفتكم اهو، ثبت اختي وثبت رأفت. يا نهار ابيض مسكتينا، شاطرة يا اختي يا دهب، انت ذكية قوي قوي. يلا دوري بقى. خلاص يا بنات كفاية لعب بقى، البيتزا جاهزة ومستنياكم. هي بيتزا كمان، احلى يوم ده ولا ايه؟ معلش يا بوسي يا حبيبتي، خدي رأفت وغسلي له ايديه كويس قوي بالميه والصابون مكان ما كان بيلعب. بس هو ما عملش حاجه وما مسكش حاجه يا ماما. بس برضو يا حبيبتي لازم يغسل ايده بالميه والصابون، ممكن يمسك حاجه او كده، وده صغير بيحط ايديه في بقه يا حبيبتي. حاضر يا ماما. يلا يا رأفت يا حبيبي على الحمام. يلا يا خبر، ده شكل فيفي اخته جت علشان تاخده، ده العيال ما لحقوش يلعبوا معاه والله. يلا بينا يا رأفت يا اخويا، اكيد انت تعبتهم قوي قوي النهارده. لا مش تاخديه، احنا لسه مش بعناش منه. ايوه فعلا ده كان مسلينا وعسل خالص. فعلا والله يا ريتك مش تاخديه، بس هنعمل ايه، اكيد مامته عاوزاه. يعني حبايبي الحلوين عجبكم الفيديو؟ بتحبوا قناة عالم دهب؟ اعملوا لايك واشتراك وشير عشان احنا بنحبكم. باي.